وحرام يعني السمك مكون او بروتين جدا حساس وفرش يجي من البحر طازج ما يحتاج انه ينطبخ لمده طويله. صح. اولا لان التكستشر ماله ملمسه يتغير، ريحته تتغير، يصير في احنا نسميه زفوره. اوكي. زفوره هي الريحه، زنخه السمك. زنخه السمك، دائما زنخه السمك اذا طازج وانطبخ مدة طويلة هني تطلع زنخة السمك. أنا بدي أقول هاي الجملة اللي قالتها هيك كانت ميوزك، لأنه فعلاً كتير ناس بتقلك أنا ما بحب الأسماك، وبيكون السبب الرئيسي أنه أكلوها أو تحضرت بطريقة غلط، فزيادة السوى أو عدم التبهير والطبخ بطريقة صح بتأثر. بالضبط. خلينا حتى مو بس السوى، يعني هذه سمكة السي بريم إذا انطبخت من ناحية الجلد ممتاز، إذا انطبخت من الناحيتين اللحم اللي مو ناحية الجلد يطلع زفور. هذا إذا كان فيلي. إذا كان فيلي. صح. فلما دائما لازم. يعني سبحان الله يا السمكة محفوظة بالجلد. طيب